تعتقد انه، وده سؤال مهم بناء على اجاباتكم، تعتقد انه بانضمام مصر سوف يكون هذا امرا مشجعا للمزيد من الدول عربية كانت او غير عربية للانضمام الى دعوة جنوب افريقيا، خاصة يعني بعد التصويت الشهير في الجمعية العامة للأمم المتحدة باغلبية 143 صوت ل 143 دولة بقبول فلسطين كدولة كاملة العضوية بالمنظمة؟ نعم، أعتقد أن جميع الدول العربية ستتشجع، أعتقد أن كثير من الدول ستنضم إلينا بعد هذا، خصوصا بعد هذا الدعم الكبير من مصر. فأعتقد أن اللغة الآن تغيرت وربما نرى دول أخرى بجانب مصر. ليس عندي معلومة، ولكن أنا متأكد أن هناك دول ستنضم قريبا. فخطوة مصر قد شجعت الكثيرين بالطبع. هل تعتقد سيد زين أنه بانضمام مصر من الوارد أن نجد آلية ما لتنفيذ قرارات المحكمة، خصوصا فيما يتعلق بالإيقاف الفوري لإطلاق النيران في فلسطين؟ أعتقد أن الأمر تعدى حدود القرارات السياسية الآن، فطلبنا يجب أن ينفذ، الآن. أعتقد أن مصر لها دور هام. بالطبع قد أبدينا اهتمامنا بما يحدث من قبل، ولكن انضمام بعض الدول العربية سيساعد كثيرا، وخصوصا دولة مثل مصر. صحيح. أنا أشكرك جدا سيد زين دنجور، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، وأيضا المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا. أتمنى أن تزور القاهرة قريبا.